هل يعني في 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 تجارب كثيره يمكن بكثير من الدول مهندس الحسن اليوم تلجأ الى بناء مدن خاصه للعماله في مناطق معينه من المدينه؟ هل في اي توجه عندنا هنا لهالشيء؟ بعض الانشطه ممكن ان يسكنوا العماله خارج النطاق العمراني او بعيد من الكتل العمرانيه، مثل التشييد والبناء وتشغيل والصيانه وغيرها. بعض الانشطه يجب ان تكون داخل المدينه، مثل قطاع التجزئه لازم العامل يكون قريب من مكان العمل اذا كان في قطاع التجزئه، او المطاعم او المحلات اللي تخدم المدينه. فهو التوجه انه يكون في موازنه ما بين يعني فك التكدس السكاني، بحيث انه يعني نخرج العمال لمدن عماليه او مجمعات عماليه خارج النطاق العمراني، وفي نفس الوقت يكون العامل قريب من مكان العمل، فهي موازنه.